أستاذ نادر، يعني بايدن تحدث ربما عن شأن داخلي، لكنه ربما كان يقصد الصين في هذه الحالة حين تحدث عن رفع إمكانيات الولايات المتحدة في إنتاج الرقائق الإلكترونية واستغلالها في صناعات مختلفة. هذه في حد ذاتها حرب ومواجهة شبه مباشرة مع الصين التي تمنع الولايات المتحدة عنها مدها برقائق إلكترونية من جهات كانت بالنسبة لها مصادر تقليدية. في هذه الحالة هناك ما يشبه حرب تكسير العظام فيما تستخدم فيه هذه الرقائق من صناعات مختلفة، بدءا من الموبايل وحتى الأقمار الاصطناعية. في هذا الشأن هناك تصعيد تراه في هذه الحرب الخاصة بالرقائق الإلكترونية؟ بالتاكيد، يعني موضوع كل الصين بالمحصله، يعني انت اذا ترجع على اجنده الامن القومي التي طرحها البيت الابيض في اكتوبر العام الماضي او اكتوبر او نوفمبر العام الماضي، تحدثوا خصوصا فقط عن الصين وعن التهديد الصين وعن اهميه مكافحه الصين. وافترض انه ما قاله هو حتى عندما قال الرئيس بايدن في خطابه، قال انه سلسله الامدادات سبلاي تشين يجب ان تبدا من الولايات المتحده الامريكيه وليس من الصين او من شرق الصين. موضوع الشرائح بالتاكيد وموضوع مهم، يعني بالمحصل يعني على الرغم من ان الصين ليست المنتج الوحيد لموضوع، او ليست هي اساسا المنتج الاساسي لموضوع الشرائح الالكترونيه، ولكن تايوان، ولكن بسبب التهديد الصيني لتايوان، وربما هناك حديث كان في تقرير نشر اعتقد بالامس او الامس يتحدث على انه الصين تخطط لي الهجوم على تايوان في العام 2027، وبالتالي لا، الولايات المتحدة إن كانت تريد أن تكون تفكر استراتيجيا في موضوع الصين وموضوع سلسلة الإمدادات والتهديد التي تشكله على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كان يجب أن تكون هذه الخطوة سابقا بزمن طويل، وليس كما كان حاصلا حتى في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان يعني معنيا بالتركيز على منطقة جنوب وشرق آسيا في موضوع التعاون الأمريكي في تلك المنطقة، واعتبار الصين كانت تعتبر شريك اقتصادي استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نتحدث الآن على أنه كما ذكر ضيفنا من كاليفورنيا دكتور أشرف، هناك موضوع الأدوية، الصين تسيطر على 97% من المواد الأساسية التي تستخدم في المضادات الحيوية التي تصل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا، يعني استراتيجية يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواجه الصين، وكما قال هو يعني الرئيس بايدن في خطابه، نحن نسعى للمنافسة وليس إلى الصراع، وافترض أن هذه المنافسة بالمعنى الاقتصادي هي حرب بين مزدوجين اقتصادية ضد الصين.